طوال جرائم وانتهاكات الدولة التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها من قتل وخطف وتعذيب وعنف جنسي دون تمييز بين صغير وكبير ذكرا أو أنثى، وآخرها هذه الجريمة النكراء التي قامت بها عناصر مسلحة تنتمي إلى ما يسمى الجيش الوطني في مدينة جنديرس وضواحيها الجريحة، والتي لم يندم الجرح الذي خلفه الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غرب سوريا والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى من أبناء جنديرس، وأصبح الآلاف بلا مأوى جراء الدمار الذي لحق بمنازلهم إثر الزلزال. فمنهم من يعيش في خيام على أنقاض منازلهم، ومنهم من يفترش الأرض ويلتحف السماء، إلى أن جاءت عشية عيد النوروز 20/3/2023، تلك المناسبة التي يحتفل بها جميع الكرد إضافة إلى جميع الشعوب الآرية في العالم، وهي مناسبة أدرجت على قائمة اليونسكو العالمية، إلا أن هذا يبدو لا يعني شيئا بالنسبة لهؤلاء المجرمين الذين قاموا بقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة بدم بارد ودون تهمة أو ذنب سوى أن أحد أبناء العائلة أشعل شعلة نار فوق سطح منزله المتهالك احتفالا بهذه المناسبة. وقد قام هؤلاء المجرمون الذين ينتمون إلى ما يسمى فصيل جيش الشرقية بإطلاق الرصاص الحي على أبناء هذه العائلة بوحشية مطلقة وبأوامر من أسيادهم المدعو حسن الضبع أبو حبيب خشام والمدعو أحمد عبود أبو دجانة. ونحن كمنظمة حقوقية نناشد كل المنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم للقيام بدورها القانوني والإنساني من أجل تحقيق العدالة الدولية، كما وندعو هذه المنظمات وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للضغط على الدولة التركية للانسحاب من جميع المناطق التي تحتلها في الأراضي السورية، وإخراج كافة الفصائل المسلحة من منطقة عفرين السورية، وإعادة سكانها الأصليين إليها برعاية أممية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بجرائم وانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء، كما ونناشد جميع الشرفاء في العالم بتوحيد كلمتهم وصفهم وصفوفهم من أجل الدفاع عن حقوق السوريين عامة والكرد خاصة.